سيدي العبادي يطرد هذول الفاسدين كلها ترضى علي، بس عنده بالحكومه جماعه فاسدين لازم يطلعهم من الحكم، حكومته كلهم فاسدين لازم يغيرها من اول واحد الى اخر واحد. يعني كمواطن يعني كردي بغرض النظر يعني حكومه اقليم او حكومه عراقيه، بس يعني اداؤه يعني مو بشكل يعني صحيح، يعني ماكو يعني انتاج، بس قرارات، يعني بس قرارات هيك وماكو اي انتاج لمصلحه الشعب. والله حكومه فاشله وما شفنا اي شيء من عندها، يعني هاي من قصر العبادي استلم الحكومه، ما اي شيء ما شفنا من عنده. حكومه يعني جدا فاشله، حيل فاشله، وهاي العالم متهجره ومدمره، وهاي هو حايل داين من اليابان ومن المانيا وما اعرف مين، يا ايام حكومه قبل وين وهسه وين، يعني حكومه يعني حيل فاشله. ما راضي لا وظيفه اكو، لا يعني اكو تعيينات جديده، كل شيء ماكو، الوضع هناك يعني كلها خاطره. اي وبس هنا الامان زين الحمد لله، والله حكومته كل شيء ما شفت من عنده. ها من تغير لحد الان كل شيء ما شفنا من عنده، لا وظيفه لا تعيين، كل شيء ماكو، ورواتب ناس يا اللي تروح له يقول ما عندي، كل شيء ما عندي. يا اللي تروح عليه يقول بيتي تعبان، يا كل شيء ما شفنا من عنده. القصار انه من راح قالوا المالك طلع، المالك طلع، هسه جانا سيدي حيدر، كل شيء ما شفنا من عنده.